أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر فبراير عام 2022 سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد معدلات عبور السفن والحمولات الصافية. وقد أشار الفريق أسامة ربيع إلى عبور 1713 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات قدرت ب 100 مليون طن مقابل عبور 1532 سفينة خلال شهر فبراير من العام الماضي، وبإجمالي حمولات صافية ب 97.6 مليون طن. وأكد رئيس الهيئة على أن المؤشرات الإيجابية لمعدلات الأداء بقناة السويس تعكس بشكل واضح التعافي والذي يشهده سوق النقل البحري والنمو الملحوظ في حركة التجارة العالمية. أعلنت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط تطور مؤشرات مصر في تقرير البنك الدولي المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022 لتحصل بذلك على 50.6 نقطة مقابل 45 في تقرير عام 2021، لتأتي من بين قائمة الدول التي اتخذت إجراءات إيجابية بشأن تعزيز تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها في كافة مناحي الحياة. هذا وقد أكدت وزيرة التعاون الدولي على أن التحسن المستمر لترتيب مصر في المؤشرات الدولية يعكس الإجراءات المتتالية التي تتخذها الحكومة لدعم قضايا تمكين المرأة في إطار الاستراتيجية الوطنية لعام 2030. وأوضح تقرير البنك الدولي أن مصر تحقق هدفي تمكين المرأة في ملف ريادة الأعمال والمعاشات التقاعدية. أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 8.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710 مليارات جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX 30 بما نسبته 1.23% ليغلق عند مستوى 11275 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 1853 نقطة. هذا وقد صعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بما نسبته 1.86% ليغلق عند مستوى 2839 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 15 جنيه و66 قرشا للشراء و15 جنيه و75 قرشا للبيع، وسجل اليورو 17 جنيه و48 قرشا للشراء و17 جنيه و59 قرشا للبيع، وذلك في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 20 جنيه و99 قرشا للشراء و20 جنيه و12 قرشا للبيع. بالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات و26 قرشا للشراء و4 جنيهات و29 قرشا للبيع، وقد سجل الريال السعودي 4 جنيهات و17 قرش للشراء و4 جنيهات و20 قرشا للبيع. في أسواق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب العالمية في المعاملات الفورية ليصل إلى 1922 دولار للأوقية. أما على الصعيد المحلي فسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 721 جنيه، وقد سجل الذهب عيار 21 ما قيمته 842 جنيه، في حين وصل الذهب عيار 24 إلى 962 جنيه، وقد وصل سعر الجنيه الذهب إلى 6736 جنيه. ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج لثالث جلسة على التوالي بدعم من مكاسب لأسهم الطاقة مع استمرار صعود أسعار النفط، وقد أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة أبو ظبي مرتفعا ب 2.2%، كما صعد المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي بنسبة 1.3% بدعم من مكاسب لأسهم القطاعين المالي والعقاري. أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً قياسياً لمعدل التضخم في سريلانكا خلال الشهر الحالي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود إلى جانب تضرر الاقتصاد من أزمة نقص النقد الأجنبي. وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك
في العاصمة بنسبة 15.1% سنويا خلال الشهر الحالي، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم 14.6% سنويا. قرر البنك المركزي الاسترالي خلال اجتماع بنك استراليا الاحتياطي الإبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الأجل دون تغيير يذكر عند 10%، والذي يعد أدنى مستوى لها على الإطلاق، الأمر الذي جاء متوافقا مع التوقعات. وأكد محافظ بنك استراليا الاحتياطي أن المركزي الاسترالي مستعد للتحلي بالصبر في مراقبة التضخم والالتزام بشروط نقدية داعمة للغاية، مضيفا أن هناك عدم يقين حيال مدى استمرار انتعاش التضخم في الوقت الحالي. وصلنا معكم لنهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال.